المعدله. مناش نهضروا على خص الاكسبلواتاسيون. لا مانيش على راك فاهمني هنا يسمى راك تهضر على رخصه الاستغلال. رخصه الاستغلال ملف ورخصه التجزئه ملف واحد اخر راك فاهمني. وهنا انا جاب لي ربي المشرع قال لك يمكن ايلاجير كما قال لك لا كوميسيون هذه توسيع اللجنه ما حتى ما تمنعك حتى حاجه باش عيطنا للناس برا جوستومون هذه دوزيام راه حتى الشعب البسيط برا راك فاهمني ولا لا ما يمنعكش. كمال سي لا دوزيام كيستيون اللي عندي. Est-ce qu'on peut élargir la commission des personnes non citées le médecin? Normal, normal. Ça dépend de la وحنا باغي نشوفوا مخالفات دي فوا تكون مسائل تقنيه وديك التقنيه مثلا كيما حنا دوك حنا في القضاء حنا علاش نرجعوا مثلا للخبراء سواء في الهندسه المعماريه سواء في المحاسبه سواء اي في اي علاش لان علاش حنايا لسنا تقنيين في هذا الموضوع وبالتالي انتم كلجنه اللي تكونوا مادام ان المغزى هو انكم تعرفوا بلي هل هناك مخالفه ام لا بالتالي اذا كانت النقطه هذه خاصه مثلا بمديريه الصحه سيدي تفضل سيدي اسمح لي.